ابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الرابع من شهر باب المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس واخس رفيق القديس سيرجيوس. كان القديسان ضابطين في جيش ماكسيميانوس قيصر. آمنا بالسيد المسيح، فلما علم الإمبراطور قبض عليهما وجردهما من رتبتهما العسكرية، ثم أرسلهما إلى أنطوخيوس والي سوريا، فسجن القديس سيرجيوس. أما القديس واخس فأمر بذبحه، فذبحوه وطرحوه في نهر الفرات، وبعناية الله قذفته الأمواج إلى الشاطئ بالقرب من مساكن بعض النساك. ثم ظهر ملاك الرب إلى اثنين منهم وأمرهما بحمل الجسد الطاهر، فلما أتيا وجدا الجسد كما هو وبجواره عقاب وأسد يحرسانه، فمجدا الله الذي يعتني بقديسيه. ثم حملا الجسد بإكرام جزيل حتى أوصلاه إلى مغارتهما ودفناه هناك. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.